السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن الموديولز، إزاي نعمل إمبورت وإكسبورت للموديولز، يعني إزاي نعمل استيراد وتصدير. لو أنت شغال بفريم ورك معين، فالفريم ورك ده متقسم لمجموعة من الموديولز، تقدر تقول على الموديول وحدة برمجية بتنفذ وظيفة معينة. عندنا مثلا موديول خاص بالصور، موديول بيتعامل مع النصوص، موديول بيتعامل مع التشفير، موديول بيتعامل مع قاعدة البيانات وهكذا. خلينا ناخد مثلا على سبيل المثال موديول بيتعامل مع الصور. الموديول ده بيكون ملف فيه مجموعة من الوظائف بتتعامل مع الصور، مثلا وظيفة معينة او function معينة بتعمل resize للصورة، function بتحط اللوجو بتاعك على الصورة، function بتقلل حجم الصورة، function بتعمل crop للصورة، كل دي function جوه الموديول ده. لما اجي انا انفذ مشروعي وابدا اشتغل بالفريم ورك ده، عندي ملف برمجي معين بعمل فيه الفكره بتاعتي، محتاج هنا ان الشخص بعد ما يرفع الصوره مثلا اعمل لها كروب او اصغر حجمها، بالتالي مش هقدر اخد جميع الاكواد الموجوده في الموديول بتاع الصور اضيفها هنا، ده مش منطقي. هنا يجي دور الامبورت والاكسبورت، ان انا بروح للموديول ده اعمل امبورت، استورد منه بس الوظيفه اللي انا محتاجها، او احيانا ممكن استورد الوظائف اللي فيه كلها، مفيش مشكله. هي دي عمليه الامبورت والاكسبورت ببساطة، وهنطبق نفس اللي احنا قلناه ده كأنه فعلا ابليكيشن حقيقي، وهنشوف الكلام ده بيتم ازاي. اول حاجة احنا عندنا ملف المين، هنعتبر ان ده اللي فيه الفانكشنز الخاصة بالصور، وملف الاب ده الملف البرمجي اللي فيه الشغل بتاعي اللي انا محتاج ان انا امبورت الحاجات بتاعت الصور دي فيه عشان اشتغل بيها. اول حاجة احنا محتاجين نستدعي الملفين بتوعنا المين والاب، ونضيف عليهم اتريبيوت ظريف كده اسمه تايب، ونكتب فيه ان ده عبارة عن موديول بالشكل ده. عندنا المين وعندنا الاب، دول دي اول حاجة انت محتاج تعمل. نيجي في المين، هقول له let a بيساوي 10، هنعمل طبعا متغيرات array اي حاجة بس تورينا الفكرة دي. الاري بتاعتي وممكن نضيف function نقول له مثلا say something، والfunction بتاعتنا بس ترجع كلمة something بس مش اكتر، فيهاش اي حاجة يعني غريبة. عشان امبورت الحاجات دي في ملف تاني محتاج ان انا اعمل لها اكسبورت، ده اولا يعني. فانا ممكن اكتب كده اكسبورت هنا واكسبورت هنا، ده اللي انت عايز تعمل له اكسبورت بس، واكسبورت هنا. كده خلصت عملية التصدير، فاضل عملية الاستيراد، ان انا اجي هنا امبورت الكلام ده. فهقول له امبورت وابدأ اكتب الحاجات اللي انا عايزها هنا from، واكتب له المسار بتاع الملف بتاعي main دوت جي اس، ده الملف اللي انا هستورد منه اللي انا عايزه. عايز تستورد ايه؟ عايز تستورد الاي والاري والسي سمثينج فانكشن بالشكل ده. بعد كده محتاج ان انا استخدمهم كونسول دوت لوج، ادي الاي وادي الاري بعدها وادي السي سمثينج فانكشن بالشكل ده. خلينا نشوف مع بعض النتيجه. رقم 10 الاري بتاعتي والسمثينج وكله تمام والحمد لله وما عندناش ادنى مشكله. الحاجة اللي انت بتستوردها تقدر ببساطة ان انت تغير اسمها، تقدر تستعمل حاجة اسمها alias او اسم مستعار. say something دي ممكن اقوله ان انا عايز استوردها as s، حرف الاس بس، مفيش مشكلة خالص، وتيجي هنا تقوله s اكنها function كده وخلاص. على كده كده انت غيرت اسمها وكل حاجة شغالة وما عندكش ادنى مشكلة. عملية الاكسبورت اللي انت بتعملها دي ممكن تستعملها هنا على طول بالشكل ده، تكتب له export وتكتب الحاجة اللي انت عايز تعملها export، ال a ال array ال say something بالشكل ده، ونقدر ان احنا نلغي الكلام ده، نقول له اتفضل ما عندناش اي مشكله كله تمام. لو حابب تجمع كل الاكسبورت اللي انت عايز تعملها هنا مفيش ادنى مشكله، والامبورت بنفس الطريقه، وتغير اسمه زي ما انت عايز وتعمل كل اللي انت عايزه. هنا بس احنا اتعلمنا الامبورت والاكسبورت، ولسه عندنا شويه كلام في الفيديوهات الخاصه بالموديولز، لان دي حاجه من اهم الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها في حياتك عشان هتدخل عالم الفريم ورك، هتبدا تنفذ الكلام ده حرفيا. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.